السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج الريس. رحبكم مشاهدينا الأعزاء وبمشاركاتكم على هاشتاج برنامج درسكور الريس، يا مرحبا بكم. الترحيب أيضا بضيوف البرنامج المعتمدين محللين قناة الريان الفضائية غانم بن رده الهاجري، يا مرحبا أبو ديب ومساك الله بالخير. الله يرحبك. ترحيب أيضا بفهد بن علي المهندي، يا مرحبا أبو علي وسعداء بوجودك. الله يرحبك أبو بريك. نرحب ايضا بصالح بن راشد الدعبة، يا مرحبا ابو راشد. والبقي ابو بريك. ترحيب ايضا براشد بن حارب السعدي، يا مرحبا ابو نواف. الله يرحبك يا ابو بريك. مرحب باقي. ترحيب ايضا بمبارك بن حمد بن نايف، يا مرحبا ابو حمد. تبقى يا ابو بريك. ايضا ارحب سالم بن محمد السندوان، يا مرحبا ابو محمد. الله يرحبك يا ابو بريك. يا مرحبا وقواكم الله جميع. الله يقويك ويرفعك. ونبارك ايضا لجميع الفائزين في هذا اليوم الفترتين الصباحيه والمسائيه، وكذلك ضيوفنا الكرام ومحللينا على اللي توفقوا اليوم وخذوا نقاط واللي ما حلفهم الحظ، ان شاء الله خيرها في غيرها. كان دي مقصوده دخلش. يا مرحبا وسهلا. تبقى ابو ذيب. اليوم يوم حافل، توقيت سجل في الفتره المسائيه للمره الاولى، اليوم الثاني من ايام المهرجان، شاهدنا فيه القوه والاثاره والنديه. والله احنا ما احنا مستغربين ان التوقيت يجي اليوم. اليوم تطرقنا له في الحلقه مع اخونا الاعلامي سالم بن ثامر. نعم. وقلنا في سابق الامر ان الحلال خاصه في الموسم هذا في المهرجان هذا يكون في قمه جهوزه، فما نستغرب انه يجي التيمات القويه لان النوعيه ممتازه والمهرجان عالي. نعم. واليوم شفنا طال عمرك بكرة بن برقان ما شاء الله تبارك الله سجل التيم حدث، وله بغريب انها تسجل التيم الحدث، السلالة فل والمضمر على ما قالوا متمكن وراعي اشواط الرموز. فنبارك لبن برقان ونبارك الجميع من خذ رمز اليوم ومن خذ سيارة، نقول مبروك للجميع من فاز اليوم وتأهل للفوز، ونقول ان شاء الله ان القادم اجمل. وحنا راهنا على ان بيسجل اتيام حدث في هذا المهرجان. نعم. وحصل الشيء اللي حنا نراهن عليه، ونقول القادم بعد اجمل. هل توقع ابو ذيب ما شاهدناه اليوم ايضا يستمر في باقي ايام المهرجان؟ نعم. نعم توقع بقوه. اليوم اللي بعض اللي كاسر الست اليوم مفلس. نعم. اليوم اتيام حدث واتيام قويه، اللي يدريك ان العرب عادين العده ومجهزين الحلال ومجهزين النوعيات، ولا هو بفايز في مهرجان سمو الامير الوالد الا النوعيه الممتازه. نعم. فهد بن علي المهندي، شاهدنا اليوم اليومين الاولين من المهرجان تميز بسرعه الاشواط، سرعه. نعم. في سرعه توقيتات. نهني ابو بريك جميع الاخوان الفائزين في الفترتين، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. نهني الاخوان اللي حصلوا على رموز وحلفهم الحظ اليوم. ونهني ملاك الهجن انتقال الملكيات اليوم اللي شفناها في ميدان الشحانية. نعم. تقريبا ما يقارب 27 من سن الحقائق انتقلت إلى ما شاء الله تبارك الله الشحانية. ونبارك لكل من باع وكل من سبق اليوم. وشفنا ببريك توقيتات زمنية قوية، وشفنا سرعة من انطلاقة الشوط إلى خط النهاية. نعم. سرعة في الأشواط الصباحية وفي الأشواط المسائية. نعم. وشفنا الأشواط المسائية كانت الهجن حاضرة وأبرزت حضورها اليوم. نهني جميع الإخوان وإن شاء الله أنها بعد يكون القادم أجمل. نعم. أبو راشد مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. طباعك عن اليومين الأولين. والله يا أبو بريك مثل ما توقعنا توقع الإخوان، الإثارة كانت حاضرة، توقيت المميزة تسجلت، بعضها يمكن ما كنا متوقعين أن الخمسين راح تنكسر الليلة، لكن انكسرت في أغلبية الأشواط بحكم قوة المنافسة اللي موجودة وجهوزية الحلال والنوعيات المتميزة اللي شفناها خصوصا في أشواط الرموز. نعم. سالم، نهني كل الفاز اليوم، نقول لهم تستاهلون الناموس، واللي باع نقول لهم مبروك البيعة والله يعوضك إن شاء الله بخير منها. الأتيام اللي شفناها اليوم أتيام يعني مو في شوط واحد، في أكثر من شوط، تكلم على 45 43 44 أتيام، يعني 50 راحت. إيه راحت 50، هذا يدل على قوة المهرجان وقوة المنافسة. فالقادم أتوقع راح نشوف في سن اللقاية والسن بعد اللي الجذاع والحيل والزمول، راح نشوف يعني مراكيض وأتيام قوية. وتكلمنا احنا عن الإثارة،
بالنسبة للأتيام ونشكر على رفع الحظر الفحص المسبق اللي ساهم في روح المنافسة والإثارة اللي شفناها اليوم في الأشواط الرموز بالذات في السن الصغير. وما يسبق في النهاية ما يسبق إلا السبوق. ومبارك كل اللي فاز اليوم خذ الرموز وحظ أوفر اللي ما حالف الحظ. إن شاء الله مبارك. كيف تابعت أهداف اليوم؟ ولن تقدم بالتهنئة والناموس إلى جميع الفائزين اللي حصلوا على أشواط الصباح أشواط الرموز والسيارات واللي باعوا في التسعيرة. نقول لهم الناموس مبروك البيع. وشفنا مثل ما شفنا اليوم أتيام قوية تقريبا في ما تسجلت في سن الحقيقة أشواط العامة في هذا الميدان 45 تيم قوي للمرة الأولى يسجل في هذا الموسم. نعم في هذا الموسم السابق سجل هذا التوقيت. ما في شوط الجماعة ما تسجل التوقيت. أقرب تيم تسجل مع تيم اللي هي عفرين اللي مع نظار اسمها مع نظار في المؤسس جاب في مهرجان المؤسس جاب 45 لا أفضل من التيم وجابته للميهور. المهرجان الماضي أفضل قعود جاب اللي خذ الخنجر في الإنتاج. نعم في الإنتاج عند تجنب من الزبار. نعم لكن نعم. يفرق الفحص هناك ما في فحص وهنا فحص هنا يفرق. نعم لكن التيم هذا تيم قوي والبكرة ما ظهر عصاها إلا في الأمتار الأخيرة. البكرة استلمت عصاها في الأبطان فمثل ما اليوم مثل ما ذكر أخوي بوذيب اسمه مو بالست ما ذكرت الخمسين ما اللي جابت 50 ما دخلت في الثلاثة الأوائل. نعم. الركض قوي والركض متوزع بوذيب قال اللي جابوا ست بعضهم اليوم فلس. نعم حتى نعم. الأكسر والست الأكسر والست فلس وأكثر الأشواط اللي جاب 49 بعد يمكن جاء تاسع ولا ثامن. نعم. الركض قوي والدورة متيمة والأجواء طيبة وحتى شفنا في حلال سبق في التمييز اسمه سباق المؤسس حافظ على مستواه وسبق في الأشواط السيارات وشفنا حلال تنازل حلال ارتفع مستواه فهذا سن الحقائق ما يثبت على مستوى واحد. نعم إن شاء الله نتقدم لهم بالتهنئة والناموس ومن أعلى إلى أعلى إن شاء الله. إن شاء الله مساك الله بخير يا أبو نواف. الله يمسيك بالخير. إيش تحضيراتك عن الأولين عن اليوم بالتحديد؟ أكيد عندك عدة نقاط بتتكلم فيها. أكيد. أبرز ما ميز هذا المهرجان في أول يومين. نعم أبو بريك حم بداية نتقدم للأخوة الفائزين جميعا اللي حصلوا على نواميس هذا المساء ونواميس الصباح نقول لهم الناموس وبيض الله ويقكم على الاستعداد الجيد. كذلك شكرا الجزيل لهجن الشحانية ومشترياتهم في هذا المساء اللي بلغت تقريبا 28 من بكر وقعود من سن الحقائق دليل واضح على دعم هذا الموروث وجزاهم الله خير إن شاء الله دائما معول عليهم النهوض بموروث الأباء والأجداد. وكذلك الشكر الجزيل للجنة. نحن قبل يومين نوهنا أثناء وجود مبارك مبادي عندنا بأن رفع الفحص المسبق عن الأشواط سيساهم في تقديم أشواط قوية وإثارة. هذا ما انعكس على وهذا انعكس فعلا اليوم. تابعنا التوقيتات الرائعة تابعنا الحماس في كل الأشواط. يمكن الصدارة تستقر لبرهة من الزمن ثم يأتي التغيير باسم آخر وانتوا كمعلقين يمكن ما يمديكم تذيعون اسم إلا غير الاسم الثاني وهذا اللي أعطى الشوط حماس كل الأشواط تقريبا أعطاها حماس وأعطى أيضا المتابع من خلف الشاشات شد انتباه ودخل بكل حاسيسه مع الأشواط وهذا الشيء المنشود من خلال هذه الرياضة العريقة. نامل إن شاء الله أن تستمر هذه الإثارة معنا في ما تبقى من هذا المهرجان والمهرجانات القادمة لأن هذا الموروث يا أبو بريك محبب للكل. نعم. اللي يدخل في من خلال الهجن سواء ابن البادية هو أيضا من يدخل معهم في هذا المجال بيود أن يستمر أكثر وأكثر ويتعمق في روح الأصالة. أتمنى إن شاء الله أبرز اللي رصدته في هذا اليوم. أبرز اليوم الأبرز كانت التوقيتات المميزة الحاضر هذا أبرز ما ميز المهرجان ونحن أسلفنا بأن الوقت يساعف على تسجيل التوقيتات كذلك يمكن ما أسلفناه هو رفع الحظر. نعم. المسبق وتأهيل الدور. هل رفع الفحص المسبق أضفى للمهرجان جوهره ومنافسته. نعم. وروح المنافسة وهذا ما لبسنا. نعم فعلا كذلك يمكن إعادة تأهيل الدور ساهم بحد كبير لأن عرفنا بعد الأمطار تم إعادة تربية جديدة ورمل جديد وهذا أتى أيضا بمفعول جيد وساعد رغم أن الدورة كانت الناس توقع أن يكون الرمل كثير أن يكون التيم أثقل لكن أتانا بمردود إيجابي وهذا شيء منشود جزاهم الله خير. نعم. على ما قاموا به.
جزاهم الله خير وكفيت وفيت يا ابو نواف. اذا مشاهدينا الاعزاء تواصلت منافسات ثاني ايام هذا المهرجان الغالي، مهرجان سمو الامير الوالد. اليوم هو يوم الحقائق على الفترتين الصباحيه والمسائيه، حيث شهد ميدان التحدي اقامه 44 شوط مقسمه على فترتين. الفتره الصباحيه شهدت اقامه 22 شوط، بينما الفتره المسائيه استهلت باشواط الرموز الفضيه للحقائق البكار والقعدان. فكانت البداية مع شوط الشلفة الفضية للحقائق البكار، حيث حضرت الظبي مع مالكها المضمر الصارم محمد بن بخيت بن برقان، من قدم الظبي في الشوط المفتوح للحقائق البكار. قطعت المسافة في 5 دقائق 42 ثانية، 39 جزء من الثانية. فهد، كيف تابعت شوط الظبي اللي اليوم قدمت عرض وتوقيت لم يسجل في هذا الموسم؟ نهني محمد بن بخيت بن برقان مضمر الصارم على انتزاع الظبي شلف البكار في مساء اليوم والتوقيت الزمني. الظبي شفناها بريك مع تقريبا ثاني إذاعة كانت في دائرة الخمس، وعندما استلمت وكلمها استجابت للمضمر وأبعدت، سويت فارق بسيط بينها وبين المشاركين وهي عصاها في البطان. وشفناها عندما صدرت عليها الأوامر شفنا نهايتها نهاية قوية، وأتوقع لو أنه المضمر بعد سبق لها في الأوامر كان جابت توقيت أفضل من هذا التوقيت. عندها البكرة زيادة، البكرة لما قطعت الخط والبكرة الله يبارك فيها نشيط. وين موقعها الآن؟ 4 دقائق خلف الخامسة أو الثانية الحين؟ ثانية؟ نعم الثانية، هذه ثانية. نعم شفناها بتستلم البكرة مع تقريبا 1.5 كيلو الأخيرة أو 1 كيلو الأخير، وبتبعد عصاها الخط في الثلاث. نعم هذه ثانية الحين تجاوزت البكرة وعصاها في البطان، وبنشوف لو عند إصدار الأوامر بنشوف الفارق الاحتياطي والمخزون اللي تمتلكها البكرة. والبكرة تنحدر من سلالة سياف الخيرين. سياف الخيرين اليوم سياف بناته ثنتين. نعم بديب، كيف تبعت الشوط بديب؟ والله البكرة طال عمرك اليوم شفناها أقرب ما لها بالكلام العام تلعب على شوطها. نعم اليوم البكرة طال عمرك لحقت الحلال، وهي ما هي في المقدمة ما تأخرت واجد، لكن لحقت وعصاها في البطان وانفردت. شفنا الأوامر يوم أمر عليها ما كانها يعني أبدت تحرك الناقة. البكرة يوم ضربت تغير حتى بعد مثالها. نعم. البكرة اليوم اللهم صلي على النبي علامة فارقة في شوطها وفي هذا السن كافة. وتيم حدث يعني ما بعد سجل التيم 42 ما بعد سجل ولا يجيبها الا السلالات العريقه. نعم. البكره اليوم اللهم صل على النبي علامه فارقه جدا، والبكره اللي تجاوز في شوط رمز ولمنها تجاوزت وعصاها في البطان بعد بدون اوامر. شوف بعد زادت تلحق برها وتجاوز ولمنه ومر عليها ابعدت من الحلال. البكره اليوم حطت لها ثواني واجد بينها وبين اللي وراها، مو بثانية ولا بثانيتين. نعم. البكرة اليوم على مفارقة، نهني بن برقان على هذه النوعية الممتازة، ولا غريب عن بن برقان أنه يستلم الرموز، خبير في صعود منصات الرموز وعنده خبرة كافية تهله أنه يقدم النوعية الممتازة اللي مثل البكرة هذه لأشواط الرموز. نقول مبروك، ألف مبروك، ويستاهل بن برقان، يستاهل المضمر الصارم والمالك الصارم. إذن بعد هذا الشوط وبعد التتويج التقينا مع محمد بن برقان ماذا قال عن سلالة وإنجازات الظبي. محمد بن برقان بن مقارح مالك الظبي اللي فازت بالشلفة الشوط المفتوح، نهنيك الناموس وجعلنا الموسم دايم. هني خير وعافية أبو بريك الله الحمد لله. يا صارم الليلة قلبت التوقعات والترشيحات وناموس عود الليل. الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أبو بريك. نعم، وش سلالة الظبي؟ سلالة أبوها سياف المملوك لسعادة محمد بن زايد الخيرين، أمها مهجنة. كذلك إنتاج سياف الليلة برز الشوط، الإنتاج البكار على سياف والبكرة المفتوح على سياف. والله طيب وإنتاجه قوي، وأنا أقول يغذي لها. نعم. إنتاج أقوى من كذا. وش مشاركاتها قبل الشوط الليل؟ جاءت اشتركت البكرة هذه، بس اشتركت سبقت مرتين، سبق مرتين وثانية على الشوط الرئيسي. ما شاء الله تبارك الله. محمد، أنت قدمت البكرة في الرمز الشوط المفتوح في بكار مرشحات وشوط قوي، تعرف أنت حساسية الأشواط الرئيسية، كان ثقتك في البكرة كبيرة. نعم، البكرة والله بكرة سوق واجد، البكرة أنا أشوف مستواها من بداية الموسم عارف يعني،
وما اشتركت المؤسس، قلنا نجهز حق من الوالد، حضرنا الشوط ومتوقع منها صراحة. كيف كان مسار البكرة في الشوط؟ البكرة قامت في نص الشوط ولحقت من كيلو اثنين استلمت ثالث. متى بانت لك معالم الشلف إن شاء الله؟ من بعد كيلو اثنين. بعد كيلو اثنين شفت البكرة مستانسة؟ نعم البكرة قاعدة تلحق على يدها ومتقبلها مستانسة. متى أمرت عليها بالصوت؟ متى بدأت تتكلم؟ من الكيلو الأخير. نعم شو الكلام ذاك؟ وعرض البكرة هو أفضل توقيت يسجل في هذا الموسم من هذه المسافة. نعم البكرة قوية وما ترى يعني لو طلبناها أكثر بتجيب تيم أكثر من التمرين. لكن المرة الأولى سجلت. لكن ما ضربناها، ما ضربناها واجد. ولا ما سجل التوقيت قبلها في هذا الموسم من مسافة الأربعة. الموسم هذا أفضل توقيت البكرة هذه. إذن تهانينا وناموس مرة أخرى لمحمد بن برقان بن مقارح على فوز الضبي وانتزاعها للشوط المفتوح والشلفة الفضية للبكار الشوط المفتوح. تواصلت أشواط القعدان الشوط المفتوح والخنجر الفضي للحقائق القعدان كان من نصيب صديت لصالح بن حمد القمرة، قطع المسافة صديت في 5 دقائق 43 ثانية 39 جزء من الثانية. صديت كان له نصيب كبير من الترشيحات في مساء البارحة مع نجوم التحليل محللين استديو قناة الريان. سالم كيف تابعت شوط صديت اللي استطاع أن ينتزع الخنجر المفتوح؟ أول شيء نهني صالح بن حمد القمرة ونهني أخوه خالد وعيال صالح كلهم القمرة كلهم قمت استهنون نام وصديت، ونهني المحمداني على اللي طال عمرك حافظ على مستواه. القعود الله يبارك فيه من قام في المقدمة وعقب يحسب المضمر بعد يوم تجاوزه قعود هجن السيلية ما استعجل على القعود. يعني في لحظة خلاص قلنا خلاص صديت طلع من المنافسة وعقب رد القعود الله يبارك فيه وخذ الرمز. هذا يحسب للمضمر ويحسب المساير. هنا طال عمرك الحقة قعود السيلية لدعم من أقوى القعدان اليوم شفناها، وقلنا خلاص صديت يمكن ما عاد عنده مخزون ولا ما يقدر على الشوط، لكن المضمر والمساير يحسب له أنه ما استعجل بحكم أن القعود طال عمرك قام من تحت الحبل في المقدمة. نعم يبغي على الأقل ينسمي شوي وعقب يصدر عليه الهواء. الآن ما أدري كم المتر باقي كم متر تقريبا الرب عند الموك اللي عاد 900 ولاحق قعود الشنجل الحين. إيه قعود الشنجل بعد قعود الشنجل تأخر شوي أخره واجد. قعود لا استهام بل حق من بعيد، لكن القعدان دي كان موقعها أفضل من موقع قعود الشنجل وقدر صديت إنه يلحق في الأمتار الأخيرة ويحسم الشوط. الحين يمكن 300 متر تقريباً. لدعم لحق قعود الشنجل من مسافة بعيدة بعد يحسب القعود قعود سبوك وطاح له في قعدان بعد قوى يمكن كلها في نفس المستوى والمسار له دور هنا. آخر 300 متر سالم. نعم. آخر 300 متر شوط الرمز إذا قد السبوك موجودة السبوك كلها متواجدة يرجع طال عمرك توفيق الله. أول شيء توفيق الله سبحانه والمساير له دور. نعم فعلا. نعم مبارك. شوط حماسي. نعم إلى صالح بن حمد القمرة وإلى مضمرة محمداني على انتزاعهم هذا الرمز مثل ما ذكر أخوي سالم السابق جاب المساير. نعم رجال راكد يوم تجاوزه قعود هجن السيلية ما استعجل على القعود وحاسب حساب قعود الشنجل وشاف القعود ظاهر من الحلال مطلب في الأول وكان وكذلك نهني أن الشنجل ناموس المركز الثاني أدى قعوده اليوم أدى أداء طيب يشكر عليه وقعود هذا من أصعب القعدان. نعم السابق اسمه نصيب لكن القعود هذا من أسبق القعدان وتوقع ثلاث قعدان هذه بالذات في الشوط هذا كلها انتقلت ملكياتها لهجن الشحني. نعم لكن مساير قعود بن قمرة وأداه وقعود هذا مسجل أفضل توقيت مهرجان المؤسس وانتقلت ملكيته إلى صالح بن حامد القمرة وركضها اليوم وكان أداه طيب ونهايته اسمها مغارة في الشوط طيب ونهايته قوية ومثل ما ذكر أخوي سالم السبق اليوم كان مساير. نعم إذن نتقدم بالتهاني للسندباد القطري صالح بن حمد القمرة وخالد بن حمد القمرة والقمرة كافة على فوز صديت وانتزاعه للخنجر الفضي الشوط المفتوح للحقائق القعدان. بعد هذا الفوز والتتويج وهذه الفرحة التقينا مع مضمر صديت اللي قاده إلى هذا الإنجاز الكبير المضمر محمد بن حمد الوهيبي الملقب بالمحمداني. خلونا نشوف إيش قال محمد بعد هذه الفرحة الكبيرة. محمد بن حمد الوهيبي المعروف بمحمداني
بيض الله وجهك يا مضمر، صديت وتستاهل ناموس. استاهل الخير وعافي وجهك ابيض ابو بريك. نعم. ابو حمد وش سلاله صديت؟ صديت ابوه الطاير النعيمي وامه مهجنه من انتاج مبارك بن حمد بن هامله. نعم. ومشاركاته قبل شوط الخنجر مفتوح؟ والله مشاركاتنا احنا شارينا بعد المؤسس، وفي المؤسس سابي وكاسرتين ان شاء الله تبارك الله. كيف كان مساره في الشوط؟ والله مشاركاته مسار كان في الاوليات والحمد لله يمله. نعم. محمد، الرمز وانتزاع الشوط المفتوح اكيد فرحه كبيره الليله في عزبه القمره. اكيد بلا شك، اكيد الرمز وخاصه في مهرجان لميل الوالد. نعم. له طعم خاص وتيم بعد. نعم. استعداداتكم لبقيه ايام المهرجان؟ ابشرك ان شاء الله مستعدين والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله مفاجات عندكم مشاركه في الرموز ان شاء الله في كل سنه. ان شاء الله في كل سنه ان شاء الله في اللقايا والثنايا والحول ان شاء الله. حتى السيف؟ السيف لا، في العمانيات ان شاء الله. نعم. شكرا للمضمر محمد بن حمد الوهيبي على اجر هذه المقابله وجعل فاله ان شاء الله التوفيق دائما وابدا. تواصلت منافسات الرموز، الشوط الانتاج الحقائق البكار والشلفه الفضيه للانتاج كانت مع عروق ومع مالكها علي بن خجيم بن عايض العذبه، فتهانينا والناموس على الفوز وعلى انتزاع الشلفه الفضيه للبكار. تهانينا ايضا للوالد خجيم بن عايض العذبه على هذا الفوز المستحق. عروق قطعت المسافه في 5:49 91 جزء من الثانيه. ابو نواف، شوط اليوم شوط قوي وشوط مميز، وعروق كانت هي المميزه. نعم ابو بريك، فعلا نتقدم قبل نبحر مع عروق، نتقدم بالتهاني للاخوان الذين حصلوا على الاشواط المفتوحه في هذا المساء. الشوط الاول الظبي محمد برقان، قول بيض الله وجهك على حضورك، وكذلك قلد لسعود بن صالح القمره. في الشوط الجعدان ايضا تابعنا متعه واثاره قويه والتوقيتات خير شاهد، نقول الناموس لمالك صديت صالح بن حمد القمرة والمضمر محمداني على العرض الكبير وعلى أيضا التوقيت الرائع، وكذلك في تقديم دروس رائعة في فن المساير، وحظ أوفر للذين لم يحلفهم الحظ. بالنسبة لشوط عروق، شوط أيضا قوي، حملنا عدة أبكار، كانت ترشيحات على أسماء معينة نظير ما قدمت هذا الموسم. أيضا عروق تطرقنا لها البارحة أنها من ضمن الأبكار اللي يحسب لها حساب، لحوقها مع الأمتار الأخيرة عروق والشهام، وكذلك نقوم أعطى الشوط زخم آخر، وأعطى بأن وحالنا بأن الشهامة اسم صعب لاحظ الآن وصول الشهامة ومطلبة على المركز الأول تقريبا، وأجمعنا بأن الشهامة في يومها ويمكن تخطط في الرمز. لكن أيضا مع 500 أو 300 متر الأخيرة دخلت مرة أخرى اللي هي عروق وغيرت الموقف وغيرت الموازين. نجوم اللي قادمة من المملكة العربية السعودية احتلت مركز هاني، أيضا قدومها قوي. لاحظ الآن التنافس بين الأبكار، بين الشهامة وبين عروق وبين نجوم، الآن بانت معالم الشوط الثلاث. نعم، الآن بانت معالم الشوط، وكان قبل هذه اللقطة تقريبا نحن كلنا نقول أن الشهامة هي الأقوى، لكن هني مع الميتين متر الأخيرة تغيرت الموازين، والثلاثمائة متر الأخيرة تغيرت الموازين، وعروق اليوم من أصعب الأبكار اللي دخلت في شوط الإنتاج. لاحظ العرض الرائع، رمز مفتوح السلالة نفس السلالة. نعم. إذا السلالة، نعم سلالة سياف، واليوم هي الأبرز على الساحة من خلال تقديم اسمين، بعير برزيلا في الرموز بكار ثنتين، هذا شيء مبهين رغم اختلاف السلالات ورغم العدد كبير الوافر من الزمول، لكن أثبت قدارته. نقول الناموس لمالك عروق على هذا العرض الكبير اللي قدمت عروض في هذا المساء. عروق هذه لحظات وصولها، عروق اليوم استمتعنا فعلا بأداء عروق، واللي نافست عروق أيضا نجوم، واللي نافستها الشهامة كان العرض الكبير، والثلاثة للتذكير بينهم كلهم لحقة ما كان في المشهد إطلاقا حتى الكيلو الأخير. نعم. بارك العلي بن خجيب العايض العذب، نقول له بيض الله وجهك، وحضرت عروق مبارك كذلك انتقاله الى هجن الشحانيه. نعم. وان شاء الله ان نراها في الرموز في المستقبل ان شاء الله. مذيب، عندك تعليق على شوط عروق اللي اليوم خسرت؟ نهني بن خجيم على فوز عروق بنت سياف. نعم. سياف اليوم مميز، سياف اليوم مميز واليوم ودوم. نعم. لكن سياف اليوم مميز. سياف طال عمرك بعير حشوانه منجزه، وانتقلت ملكيته الى سعاده محمد بن زايد الخيارين، ونقول بيض الله وجيههم هو انجاله، ونهنيهم على فوز على فوز على فوزهم، ونهنيهم طال عمرك على سبال شاهين. نعم. والركاب كلها. نعم. العرب كل ابوهم عند شاهين على ما قال زافات.
قصدك سياف؟ على سياف. نعم. على سياف وفاتحين المجال يرحبون. نعم. وعلى ما قال عذره من جنبه الله يبيض وجهه مسبلينه هو ركاب وهم ركابهم كلهم بها مسبله. نعم. ولا هو بغريب منهم والله الشيء ذا، وهذا قليل من كثير. نعم. من عمايلهم الطيبه وفعايلهم الطيبه في الجزله، وهني وهني اللي جات ثانيه عليها. نعم. بكره النجوم علي بن محمد بن مسرف طحلي. يعني نعم بكره اليامي هذه طال عمرك من البكار العسره اللي لها انجازات في الخليج وقدام تجي الى الدوحه، وهلها هل سبق وراح منهم بكار راحت في اشواط الرموز. نهنيهم التهنئه، هو وهذه انتاج عندهم بنت بعيرهم سلالتها على ابوها شاهيني. نعم انت اسمع، والبكره هذه لها انجازات قبل انجازاتها اليوم، ما قدمها في شوط الرمز الا لها انجازات في الخليج. نعم. ونهنيهم بعد على حصولهم على وصافه الرمز ويستاهلون، وعزبتهم عزبه طال عمرك. نعم. طالعه من طالعه عمرك طالعه منها حلال واجد اخذ الرموز. اليوم كانت المنافسه بين عروق ونجوم والشهامه. الشهامه تطرقنا لها اليوم، انا قلت. نعم. الشهامه اليوم الضحى الظهر انها من البكار، قال وش قال انه ينافس اليوم في. نعم. واشرنا للشهامه اليوم، الشهامه عندها بعد كسره ايام، ونهني البريدي على فوزها، نهني الجميع كل ابوهم على الفوز، ونقول اليوم العلامه الفارقه غير التواقيت سياف الخيارين علامه. نعم. فارقه في الركاب. نعم. نعم نعم، ونبارك للخيارين. نعم. على انتاج سياف لسعاده محمد بن زايد الخيرين وانجاله الكرام على تميز انتاج سياف اليوم وانتزاعه لرموز البكار. تواصلت مشاهدينا الاعزاء منافسات يوم الحقائق يوم الرموز، الخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج كان مع مشغل لمسعود بن محمد بن قطامي المري. ولكن قبل ما نستعرض الشوط نشوف هذه المقابلة اللي أجريناها مع الوالد أخ جيم بن عايض العذبة بعد فوز عروق وانتزاعها للشلفة الفضية للإنتاج. أخ جيم بن عايض العذبة تستاهل فوز عروق بالشلفة الفضية للبكار الإنتاج. تستاهل خير وعافية. نعم. وش سلالة عروق؟ سلالة عروق سياف الخيارين يبيها أمها بنت شاهي. الشلفة الإنتاج وناموس الإنتاج والأم موجودة عندك في الإنتاج، أكيد اليوم ناموسين. الحمد لله والشكر. نعم. ناموسين وناموس بينكم يعتبر وش أقول. الله يطول عمرك. وش مشاركات عروق قبل اليوم؟ عندها في المؤسس ماخذة سيارة وكاسرة التيم كله. نعم. والحمد لله والشكر. نعم أبو عايض، الخنجر والرمز هل اشتراك له ما شاء الله تبارك الله، لكن الخنجر طبعا ماخذ السياره فرحتكم المهرجان اللي طاف، لكن الخنجر والرمز تشوف انه غير عن جميع الجوائز. اكيد الشلفه ابو بريك الشلفه. نعم. ورمز والحمد لله شكر لله. نعم. اليوم حققت مفاجاه، اتوقع البكره ما ترشحت ولكن اليوم قلبت الطاوله على كل المرشحين. الحمد لله، ابشرك البكره سبوق وحنا عندنا فيها ثقه انها سبوق اذا الله سداها. نعم. كيف كان مسارها في الشوط اليوم؟ مسارها طيب. قامت طيب. لا لحقت لحوق وهي هذا طبيعتها كذا، ما تكون مع وجه الله. وعايض انت تتابع الشوط في الميدان ولا في التلفزيون؟ لا والله تابع في العزبه اهلها عندها. اي كيف كانت اعصابك وانت تتابعها؟ اعصاب لا تقول. نعم. لا تقول. نعم قلت لهم حركوا كان في بالك. انا ما طقيت منهم الا ما ابغى اسوي لهم. نعم. كنت متوتر اثناء متابعه الشوط؟ والله ما بتوتر ذاك حالي الحمد لله، لانها مرت علي كثير. نعم. انا رايهجن ومرت علي صحيح ايام. نعم. من اللي انت خابرها. الله يوفقك يا ابو عايض وهذا الفوز والناموس لمن تهدي. تضيف نقطه ابو. نعم تفضل. أضيف نقطة أن سنة 97 98 أول رمز باسم سمو الأمير الوالد في ميدان الشحانية هو صاحب الرمز. بيض الرجل كفو والله، وأشكرك على المعلومة. إذن تهانينا والناموس لأخ جيم بن عايض العذبة والعلي بن أخ جيم العذبة على انتزاعهم للشلفة. تواصلت مشاهدينا الأعزاء أشواط الرموز، كان شوط الخنجر الحقائق القعدان شوط الإنتاج. كان مع مشغل لمسعود بن محمد بن قطامي هو صاحب الخنجر المفتوح للإنتاج. قطع المسافة مشغل في 5:45.41 الجدير، بالذكر بأن مشغل رشحه صالح بن راشد الدعبه الوحيد اللي انفرد بترشيح مشغل. يا صالح نهنيك على 3 نقاط بهذا الشوط، وكذلك أنت ما رشحت إلا تعرف القعود.
أولا تقدم التهنية والناموس لجميع الأخوان اللي تناموسوا سواء في أشواط رموز ولا كذلك أشواط السيارات، وبيض الله وجيههم على تقديم النوعيات الفاخرة اللي حضرت المتعة والمنافسة في جميع الأشواط. بالنسبة لمشغل بقعود بن قطامي، قعود له إنجازات وسابق في المحلي السادس وقدمها رأيه في شوط الرمز، وتوقعنا أنه يكون صاحب الشوط بحكم سلالة القعود وكل اشتراكاته، وكان على الموعد وتوفق القعود وقدرنا يحسم الشوط لمصلحته. وآخر إنجاز له سابق في المحل السادس أتوقع الشوط الأول. نعم ما أخذ الشوط الأول إنتاج. نعم عصافي بطانة. نعم ألف مبروك. الليلة راحي على الشوط قام من ثقته فيه دقه بدري الرجال وخلاه قعود قام في نص الشوط وكان مركزه قريب من الأولي أتوقع في المركز الخامس أو السادس حتى. لكن انفرد الليلة بانفراد. نعم استلم عند الكيلو الأخير ومثل ما تشوفون أعطاه أوامر خفيفة استعراضية في الشوط وأنهى قعود مسافة بعيد. الله يبارك له يبارك له بعد كذلك انتقل ملكيته لهجن الشحاني. عم يستاهل مسعود بن محمد بن قطامي القعود كان الليلة فارق عن كل القعدان. فعلاً أبو بريك القعود الليلة همتعنا بعرضه وسرعته ما شاء الله من البداية قعود من ضمن القعدان اللي سارم بسرعة عالية. صدر تعليماته مبكرة وزاد من سرعة القعود وانفرد يمكن أكثر قعود الليلة انفرده ما تابعناه أكثر من 50 متر دليل على فارق الإمكانيات ومخزون القعود احتياطي. أبلى بلا حسن وأخوي صالح ما رشح القعود إلا عن دراية تامة بقدراته. مشغل نقول له مسعود بيض الله وجهك على حضور مشغل لهذا اليوم حصوله على رمز الإنتاج. هذا بحد ذاته يساوي شيء كثير. نعم. عند 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 المنتجين. نعم ناموس الإنتاج غير. ناموس الإنتاج غير والله يطول عمارة ولاة الأمر اللي أمروا للإنتاج بأشواط إضافية ورموز وتعزيز الإنتاج أصبح يضاهي الأشواط المفتوحة. نعم. سواء في توقيتات أو نعم. في كلمة من شأن أن يرفع من وطلعت مطايا من الإنتاج خلت الأشواط مفتوحة فعلا. وهذا تابعنا حتى أشواط التحدي بعض الأحيان تكون من نصيب أشواط. نعم إذا تهانينا مرة أخرى المسعود بن محمد بن قطامي على انتزاع مشغل للخنجر الفضي للحقائق القعدان الإنتاج بعد هذا الفوز وهذه الفرحة. التقينا مع مسعود بن محمد بن قطامي اللي حدثنا عن هذه الفرحة. مسعود بن محمد بن قطامي تستاهل فوز مشغل وانتزاعه للخنجر الفضي للحقائق القعدان. تستاهل خير الله يطول عمرك ويسلمك. نعم وش سلالة مشغل؟ سلالته هي المنتجي بعير الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أمم الإنتاج. ومشاركاته قبل الشوط؟ عنده 300 دخيل المؤسس والتمهيد السادس والأمير الوالد كلها سبق. كلها سبق ما شاء الله تبارك الله. كيف كان مساره الليلة في الشوط؟ والله مساره طيب كان رابع كان في وجه الشوط ومساره طيب. نعم. وغير القعدان على عصافي بطعنة. نعم متى غير؟ غير حول الكيلو. نعم وكيف كانت أعصابك وانت تتابع القعود وفي شوط رمز؟ والله مثل أي مشارك مشتد من أعصابه عند مطية من الإنتاج. نعم مسعود دائما تعشق المشاركة في أشواط الرموز قبل كذا أخذت رمز ونافست على الرموز. الحمد لله هاي توفيق من رب العالمين. نعم. اللهم لك الحمد والشكر. العين تسبق وتوديها شوط الرمز. نعم العين تسبق وتوديها شوط الرمز. نعم. وكل مشارك هدفه انه ياخذ رمز. نعم. لكن هذه الرزاق يوزع على العزيز الحكيم. إذن تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم سواء في الفترة الصباحية
أو الفترة المسائية حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. بعد ختام أشواط الفترة المسائية تكرم سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري بتتويج وتكريم الفائزين بأشواط الرموز، كما نشاهد في هذه اللحظات الصار محمد بن برقان بن مقارح يستلم رمز الظبي الفائزة بالشوط الشلفة المفتوح. تهانينا وناموس لمحمد بن برقان بن مقارح على انتزاع هذا الرمز. أبو ذيب لحظات تاريخية سعوا لها الملاك من مشترى من إنتاج، أيضا نشوف خالد بن حمد بن قمرة ونظمر محمداني، لحظات تاريخية جميلة. نعم، يقول استلام الكف استلام الرمز من شقول آد فرحة بالحالها تبصر بعين الضرير. نعم، فنهنيهم طال عمرك وبن برقان من غير قصور بعد الربع اللي اخذوا الرموز اليوم. نعم، هذا هذا انضم للميهوله الاول عدها باسطنبول. نعم، هذا هذا اخ جيم بن عايض العذبه. نعم، مالك عروق شاهدنا قبل شوي خالد بن حمد. نعم، القمره. وهذا اخ جيم بن عايض العذبه. نعم، والصور التذكاريه واللقطات مع نائب رئيس اللجنه المركزيه. يقول طلع شايب عند الملاقي صبي. نعم، هذا مسعود بن محمد. نعم، بن قطامي مالك مشغل صاحب الخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج. تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز المستحق. كنا نتكلم عن الصور واللقطات التذكاريه. نعم، ممكن يحطها الواحد في المجلس. هذه 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 فرحه لحالها. نعم، تساوي الفوز كله. نعم، هذه زبده الفوز كله. نعم، الحضور والتتويج هنا والصور التذكاريه هذه هذه الرجال طال عمرك يشكلونها في مجالسهم يسطرونها مع ادلالهم. وهذا الشبل بيتذكرها سنوات. نعم، الولد اللي استلم. نعم، شاهدنا. نعم، بيخليها عنده صوره بعدين للذكرى ويتذكرها لسنوات. يمكن قادم بعض. نعم، المجالس الحين يوم تدخلها تعيل لك صوره بعضها يمكن في الثمانينات ولا في التسعينات. صحيح، موجوده محفوظه في المجلس. ما هو محافظينها، راحت راعيتها كملت. نعم، لكن محافظينها من ذكرها الطيبة. نعم، نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لسباقات الهجن ولسعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري على تتويج الفائزين، كذلك مبارك بن محمد بن بادي مدير السباقات والأنشطة، وأيضا مبارك بن حمد الشهواني على حضورهم وتتويج الفائزين دائما في مثل هذه الأشواط المهمة. إذا مثل ما ذكرنا أبو نواف، الرمز هو طموح كل المشاركين. فعلا، لأهمية خاصة، لعمل خاص. جهد موسم أبو بريك انتهى التوجي في أحد المهرجانات، ما تدري المهرجان اللي بعده هل التوفيق بيكون من نصيبك ولا لا. نعم، لكن تشاركت في مهرجان وحرزت لك رمز من كل الأشواط يكفيك لموسم كامل. ما بمهرجان، موسم كامل يكفيك أنك حرزت. إذا جاء شيء الكل يسعى طبعا والتوفيق عند الله، ولكن لما إذا ما جاء شيء هذا هذا التتويج حصل لك وحصدت جهد موسم. كذلك أيضا التسعيرات اللي وضعت هي تسعيرات مغرية، الكل يبحث عن وصوله إلى تسعيرات الهجن الشحانية والانتقالات الخيالية، هذا شيء بحد ذاته بعد. اليوم كان في عدد كبير انتقل ملكيته. نعم، هذا دعم للملك. اليوم من سن الحقائق 28 حج، هذا شيء كبير. نعم، نعم، سلاح ذو حدين، دعم للملاك ودعم لمؤسسة الهجن الشحانية. نعم، هو تدعم الجانبين. نعم، تأسيس الهجن الشحانية للمشاركة والإنجازات، وكذلك الملاك لدعمهم ماديا وليشتروا معهم. نعرف أن راعي الهجن دائما مصاريفه كثيرة. نعم، وبيود أن يصرف من حلاله حتى تمشي عزبته على على ما يرام. وهذا شيء نحمد الله ونشكره، موجود ميدان الشحانية والقائمين على هجن الشحانية وضعوا هذا في الحسبان، ونراهم دائما مشتريات. يمكن من سن لقائي بعد نشاهد نفس العدد وعدد مقارب، وهذا كله يصب في صالح الرياضة. ونشكر القائمين وكذلك أيضا سيد الأمير بتوجيهات السديدة بإثراء الموروث ونقله بين الأجيال، هذا بحد ذاته بعد أبو بريك جانب معنوي كبير. أكيد. إذا تهانينا وناموس للفائزين بالرموز، والله يوفقهم إن شاء الله. متواصلين مشاهدين الأعزاء، فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء، متواصلين في برنامج الريس.
يوم الغد سيشهد سن اللقايا ومنافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ الأشواط المفتوحة على فترتين صباحية ومسائية. إليكم مثل ما تشاهدون برنامجنا للفترة الصباحية ليوم الغد. مثل ما نشوف هذه أشواط الفترة الصباحية، الانطلاق السادسة صباحا، أشواط مفتوحة، المسافة 5 كيلومترات، 12 شوط في الفترة الصباحية. الفترة المسائية ستنطلق فعالياتها في تمام الساعة 1 ظهرا، والبداية مع 6 رموز ذهبية. وعدد أشواطنا اليوم الغد في الفترة المسائية 10 أشواط في الفترة الصباحية، 12 شوط في الفترة الصباحية و10 أشواط في الفترة المسائية. كل التوفيق إن شاء الله للمشاركين في الفترتين الصباحية والمسائية. إذن أبو ذيب يوم الغد يوم حافل بالرموز، 6 رموز بانتظار المضمرين والمؤسسات. نقول إن شاء الله فالهم التوفيق إن شاء الله، وبكرة طال عمرك سلالات الذهب ورموز نعم. الذهب موجودة، ونشوف إن شاء الله أتيام طيبة وأتيام فارقة عن الأتيام السابقة مثل ما شفناها اليوم بإذن الله. بإذن الله. إذن نتعرف على الأسماء المشاركة في شوط الشلفة الذهبية الشوط المفتوح. الشلفة الذهبية الشوط المفتوح تشارك في الشوط الواصلة بهجة لهجن الغرافة، الرهوة هجن المرخية، القلايل شارة لهجن الشحانية، كفاح لهجن المرخية، الماجدة، الوذنة، الشعلة، بروق لهجن الشحانية. 10 أسماء حاضرة ومتواجدة في الشوط المفتوح للشلفة الذهبية، وترشيحات المحللين 5 ترشيحات على الوذنة وترشيح 1 على الماجدة، وجميع الترشيحات انصبت على هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران، في اختلاف 1 على اسم ولكن الاختلاف على المضمر هذه المؤسسة والبكار المرشحات. إذن نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. و شاهدنا ترشيحات فهد، ترشيحات انهالت على الوذنة، وجميع المحللين أجمعوا على الوذنة باختلاف صالح بن راشد الدعبة اللي رشح الماجدة، ولكن مع المضمر الشيب الجابر بن سالم بن فرع. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في هذا الشوط. مثل ما نشوفه برأيك كل مضمر دافع الشوط باسمين، كل الأسماء اللي داخل الشوط كفيلة بانتزاع الرمز، كلها لها ماضي ولها حضور في الموسم هذا والمواسم الماضية. نشوف سالم العمر مدهوشي حلو الصيف في مهرجان المؤسس، وفي هذا المهرجان دافع باسمين بهجة والواصلة. كذلك بن هدوب اللي انتزع معانا رمز أمس بشعار هجن المرخية، عوض بن هدوب دافع باسمين كذلك، رهوة و نعم إنجازات الوذنة كفاح اللي صبت عليه الترشيحات. الوذنة من تغلى ملكيتها من علي فرج بن دلموك في احدى التمهيد الى مؤسسة هجن الشحانية، وانتزعت عند هجن الشحانية رمز المؤسس، وكانت وصفتها الماجدة شعار هجن الغرافة اسمها العنود، وانتقلت من انتقلت ملكيتها من هجن الغرافة الى مؤسسة هجن الشحانية واصلة اسمها الماجدة قصده الماجدة لا نعم هذه نعم. اخذت مرصد في الفتره المسائيه الشعله مع هجن الشحانيه. اي نعم الشعله هي العنوش هي الوصيفه. لا اعتقد الشعله اللي ماخذ المرصد. الشعله ماخذ المرصد الماجده هي يمكن الشعله هي اللي اخذت المرصد موجوده بقى. اكيد صالح بانك رشحت الماجده تعرف انجازها. الماجده هي صاحبه المرصد تيمها 7 و14 افضل توقيت فتره المسائيه في مهرجان المؤسس ممكن، لكن انا اتوقع انها هي المعلومه نعم الاكيد عندها. بس نذكر الساده المشاهدين بهاشتاج برنامج اندرسكور الريس، اللي حاب يشاركنا او يتدخل مع المحللين في البرنامج يا مرحبا وسهلا، ومداخلاتكم اكيد تثري البرنامج. تفضل ابو راشد. اقول لك هي منتقله ملكيتها من هجن غرافه، وقدمتها المؤسسه في شوط الرمز المفتوح، وصنفوها انها تكون صاحبه الرمز، وانا اقولها ان شاء الله إضافة وجه جديد في الشوط المفتوح إن شاء الله. اللي هي ماجدة؟ نعم. نعم. اللي اسمه كان اسمها العنود. نعم هي بالعنود. نعم بنوف. الشوط مثل ما تطرق له الأخوان في 10 أسماء
كل مضمر دافع باسمين تقريبا، المدهوشي دافع بالواصل وبهجة لمحافظته على رمز هذا الموسم، بيود أن ينتزع دائما شعار الغرفاوي، لا يخرج من الموسم إلا برمز أو رمزين، وشاهدنا في مهرجان المؤسس بروز في سن الحقائق، الآن يبحث في سن الثنايا بعد يمكن ما حالف الحظ في سن الحجاج. كذلك أيضا هجن المرخي دافع باسمين مع عوض بن سعيد الهدو برهاو وكفاح، والثنتين يعول عليهن. هجن الشحاني تحت إدارة محمد بن خالد عطي دافعين بشاره والقلائل، وشاره أيضا من الأسماء اللي شار لها بالبنان بكرة، صعب المجارات أيضا من الأبكار اللي ترشح ودخلت في الشوط المفتوح، والشوط المفتوح دائما يحملنا النخبة. كذلك الماجد اللي شار لها أخوي صالح، لكن حنا يعني أنا معلوماتي على أنها شعلة هي صاحبة المرسل، يمكن المعلومة الصح عن صالح. الوذنة بعد ما قدمت العرض الكبير في مهرجان المؤسس فرضت نفسها علينا كمحللين نكون عند الوذنة، تابعنا في ذلك اليوم عرض كبير وعرض استثنائي، ونتوقع استمرار هذا الظهور بنفس المستوى، فلذلك ترشحت ترشيح كبير وهي تحت إدارة جابر بن سالم مع الماجدة. سالم فاران أيضا يدفع باسمين بروق والشعلة، وبروق الشعلة إذا كانت هي صاحبة المرسلس ففعلا الشعلة باكر تكون هي الرقم الصعب أيضا بجوار الوذنة. أتمنى الأخوان المضمرين يوفقوا في تقديم شوط رائع، وأكيد بعض الأسماء تكون في خدمة بعض الأسماء في مسار الشوط، يمكن كل مضمر بيدفع اسم للمساندة والتضحية، لأن 5 كيلو ممكن تحتاج إلى مساندة نوعا ما، إذا كان الوضع تطلب أن يضحي باسم فهم البداية الموجودة عندهم اسمين اسمين. نتمنى إن شاء الله التوفيق يا أبو بريك لهذا الشوط، والشوط من الآن إحنا مشدودين عليه لأن اللقاء دائما له أهمية خاصة. نعم. خاصة إحنا نبي نشوف أداء الوذنة. صحيح. بكرة. نعم. نعم. الوذنة والأسماء اللي عندها يا أبو ديب هذه المرة أسماء غير. تعزيز كان الصفوف. كان عرضها استثنائي يا أبو. صحيح. لكن تعزيز الصفوف أيضا مناير. أشعل منافسة. نعم. الماجدة مناير سابقا هجن غرة. هجن غرة. صاحبة المرسيد. الوذنة. إيه نعم. لا لا الماجدة نعم الماجدة الوذنة صاحبة أفضل توقيت فترة المسائية. نعم هذا بما يخص شوط البكار. أما عن شوط القعدان الخنجر الذهبي للقاية القعدان شوط مفتوح، أبرز الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، الشوط القوي المرتقب يشارك في هذا الشوط على المنافسة على الخنجر الذهبي. متعب لهجن الغرافة، الفايز غازي لهجن الشحانية، معاند لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، أشهب صابر جويزيان وسياف لهجن الشحانية. 8 أسماء حاضرة في الشوط المفتوح. نشوف ترشيحات المحللين بالإجماع على أشهب، رشحوا كل المحللين أشهب لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. إذن إجماع على أشهب. سالم السندوانة أشوف الإجماع والاتفاق على أشهب المملوك لهجن لمؤسسة هجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل. قعدان طال عمرك يا أبو بريك اللي في الشوط 8 قعدان. نعم. وكلها ترشح للشوط، لكن آخر ظهور لها كان في مهرجان المؤسس في شوط الرموز. أشهب حصل على المركز الثاني على الرمز. نعم. والفائز حصل على المركز الثالث. يمكن أشهب الفائز هي أقرب القعدان للرمز اللي شفناه منها طال عمرك في مهرجان المؤسس. كلها الترشح عندك 6 قعدان مع هجن الشحانية، ومشاركة مع متعب من مع هجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي، ومعاند مع الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد، ومع محمد بن مبارك النابت. نتمنى لهم التوفيق، والشوط هذا طال عمرك شوط قوي، واتوقع حتى التوقيت فيه بيكون مميز. الحين شفنا بعد مشاركه لأشهب في المحل السادس وجاب توقيت مميز في المحل السادس، وهذا دليل على جاهزيه الحلال شوط الرمز. في قود بشير لابو بريك. نعم. اللي هو متعب. متعب ان كان ما خانت الذاكر هذا راعي رمز الحقائق العام الماضي. العام الماضي نصيده. نعم. رمز. نعم. عند هجن الغرافة. عند هجن الغرافة ومن القعدان القوية المنافسة. نعم. إذا هو نفسه. بس أنت رشحت أشهب مع المحلين. إحنا رشحنا أشهب ومتعب، أنا ما شفت له حضور صراحة. نعم. إذا نحسبك في تمهيديات أو شيء ما.
وعندك بعد صابر. صابر وصيف رمز. لكن متعب. أنا خابر ذا الحين عادت بالذاكرة إلى ركضة في الحقائق. ركضة في الحقائق ركضة استثنائية. قلة الأعداد المشاركين يدل على قوة الشوط ونقوة الشوط. ما فيها كلام. شوط قليل وفيه من كل دول على ما قالوا. نعم. الشوط ما يقل النوعيات. لأن يا أبو بريك. ليس كمية. لأن يا أبو بريك هذا شوط رمز. الشوط الرمز يبي الكيف ما يبي الكم. نعم. يبي النوعية الممتازة. صحيح. أنت لو عندك عزبة فيها 200 ذلول نعم. مهو بمية ولا بخمسين 200 ذلول ما أنت برايح لشوط الرمز ألا توديك هي لشوط الرمز. صحيح. الميتين ذي ما أنت بقال أنا عندي 200 بحط لي 10 في الرموز. صح. ماتت نهاي نهاي هذه لأن راعي الهجم ما راح يلعب على نفسه. صحيح. شوط الرمز هي اللي توديك صوبه. أنت ما تروح صوبه. انت ما تقول انا ابغي فلان بوديها شوط الرمز مو على كيفك. صحيح. ولا فلان بوديها شوط الرمز هي اللي توديك شوط الرمز. صحيح. هي اللي تهل نفسها تروح. عز الله كلام. فالشوط هذا شوط حساس وشوط نوعيه. احنا يمكن تكلمنا اول عن قبلة المطايه وخلتها وصار فيه اختلاف بيننا وبينكم وبيني وبينك انت كنت تاخذ اراء الجماهير. نعم. وتقول انها مغايره الاراء وذيب. احنا نتكلم يوم حنتكلم نتكلم في نوعيه اشواط الرموز تبغي نوعيه يبغي نوعيه مو عاديه. نعم. هذا الشوط شوي اللي يقولونه. نعم هذا الشوط هذا الشوط هذا نعم. الشوط الحريق مو عادي. نعم. الشوط يحمل 8 أسماء يا ابو بريك لكن هذه الاسماء كلها لها انجازات. اشهب ياتي على راس القائمه من حيث الترشيح نظير اشتراكه في اخر ظهور في المؤسس وكذلك ايضا في المحلي السادس. قعود برز بروز باهر كذلك الفائز الهجن الشحاني عند محمد بن خالد العطية قعود لا يستهان بغازي كذلك معاند عند الشيخ عبد العزيز قعود غازي معاند من الجعادين اللي ايضا يحسب الحساب وما نوضع في هذا الشوط وشعار الشيخ عبد العزيز دائما لظهور قوي في اشواط الرمود كذلك اعتقد سياف تحت اداره جابر سالم بن فاران قعود ممتاز وقعود لمشاركات قويه صابر تحت اداره الشبل من الجعادين اعتقد لمسانده اشهب اذا كان ما في يومه لكن المعول والاكثر البروز هو اشهب كل الانظار تتجه الى اشهب. نعم كل التوفيق ان شاء الله. والقعدان عندك صابر بعد لا يستهان به والفايز الفايز اشرنا له. نعم هذه يمكن ومتعب قعوده نخطر القعدان اللي موجوده بكره في الشوط قعود الغراف هذا مثل ما ذكر بديب رشيد رمز العام الماضي اشهب والفايز وصابر ومتعب. نعم صالح عندك تعليق على الشوط؟ ما عندي شيء مثل ما تكرموا الاخوان. نعم الله يوفقهم. اذا اسماء قويه الترشيح نصب على اشهب المملوك لهجن الشحانية باجماع المحللين والخبراء. اشهب يعود الى مؤسسه هجن الشحانية بقياده المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران. نتمنى لهم جميعا التوفيق. متواصل لمشاهدينا الاعزاء وفاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. اذكر الساده المشاهدين والمتابعين لمن اراد المشاركه في برنامج الريس او طرح سؤال او تعليق على مجلسنا وعلى سوالفنا يمكنه التواصل مع هاشتاج برنامج اندرسكور الريس. يا مرحبا بمشاركاتكم مشاهدينا الاعزاء. ايضا تتواصل اشواط الرموز في مساء الغد الاشواط المفتوحه الشوط الثالث خاص بالبكار العمانيات والأسماء المشاركة في هذا الشوط أسماء قوية تشارك في هذا الشوط. رهف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني الدانة سواحل لهجن الغرافة مرمرة بشاير سدرة لهجن المرقاب مريفة هجن الشحانية الذيبة لهجن إنتاج أم الزبار تعز رشا شهاليل محمية لهجن الشحانية 12 اسم حاضر ومتواجد في هذا الشوط. ينبارك بالنايفة. كيف تابعت هذه الأشواط؟ إذن ترشيحات المحللين في ترشيح ترشيحين على سواحل من سالم وفهد غانم رشح تعز مبارك رشح تعز راشد السعدي رشح شهاليل و
صالح الدعبة رشح سدره. إذا اختلفت الترشيحات والتوقعات على هذا الشوط، ثلاث أسماء مرشحة: سواحل، تعز، سدره وشهري. الأربعة أسماء انصبت عليها الترشيحات مع اختلاف المحللين. يمبارك، كيف تابعت الشوط وهذا الانقسام في التحليل من قبل أو الترشيحات من قبل الخبراء؟ نعم، هذا على قولتك الانقسام دليل على قوة الشوط. نعم، وأداء الحلال لأن صاحبة الرمز وصيفتها والمركز الثالث كلها موجودات في هذا الشوط. عندك رهف لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد الثاني، أتوقع أن سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد أنه يطمح إلى أول رمز في هذا الموسم، ورهف من الحلال اللي لهن إنجازات وإن شاء الله تكون بكرة على موعدها. الدانة وسواحل، سواحل هي وصيفة الرمز وراء سدرة. نعم، عند هجل غرافة، عندك بشاير وسدرة، ومرمرة عند هجل مرقاب، سدرة صاحبة الرمز وسدرة عليها وعكة صحية، ما أدري هي بتشارك ولا لا عشان أخوي صالح. نعم سدرة، فإن شاركت إن شاء الله تكون عند الموعد. كذلك مريفة شفنا لها أداء طيب في مهرجان المؤسس. عندك تعز حصلت على المركز الخامس أو الرابع في مهرجان المؤسس، والتمهيدي السادس حصلت على نقطة فرشحناها على آخر إنجاز لها. عندك شهاليل حصلت على المركز الثالث وكذلك رشا. فالحلال بكرة كلها اللي حاصل على رمز، اللي وصيفة رمز، اللي ثانية ثالث على الرمز. فالشوط بكرة أتوقع أنه من أقوى الأشواط، وكذلك من يعني مش محسومة صاحبة هذا الشوط، مش معروفة أقول إلا بعد خط النهاية، لأن الدليل أن المحللين كل واحد رشح له مطية. الحين سدرة مشارك ولا مين مشارك؟ سدرة لين الحين 70% ممكن تشارك. نعم، إذا هذا بما يخص شوط. إذا يبي هرجك عم تم، إذا صالح يبي له بديل من الحين. إذا ما راح تشارك سدرة راح نغير ترشيح. من حقك. إيه. بس طلع الشاشة. نعم، لكن تأكد. أنا من رأي برأي دام هي على وعكة صحية تغير من الآن، حتى لو شاركت يمكن ما يكون في تكون في. شاركت. أنا بكرة عندي استديو مع سالم بن ثامر، إذا ما شاركت يعلمني بالمطية. البديل وطب بكرة إن شاء الله. علمنا بالبديل من الحين. من الحين يعلمنا بكرة إن شاء الله. خلاص أنا ببلغك بكرة عشان أبو ذيب ما يدري. لا نعم. ما تبلغه، ما هو. عطنا البديل من الحين. عطنا البديل من هالحين. الحين توك تقول علمني بكرة. لا بكرة أنا بقول له الهواء. يفسر عليك أبو ذيب. دقيقة أبو راشد. أنا بعلمك. لا لا ما هو بصحيح. أهم شيء أبو ذيب ما يدري. ما باكر يحلها الله. إذا هذا بما يخص التشجيع. لا هذه آلية يا أبو بريك. نعم. آلية عندنا. أنت يمكن ما عندك معلومات عن آلية هالحين. إذا المطية هذه مهم شاركة يعلنها من ذا الحين، علشان إذا مهم موجودة بكرة يتأكد بالنايفة يحط ترشيح مسموح له. مبارك سدي راح تشارك بكرة ولا ما راح تشارك بكرة؟ لين بكرة تبين. لحظة أبو نواف، هو غانم يقول الحين مبارك مو بمسؤول هدين المرقابة عشان تقول له. بس هو جاب لك ما شارك ولا ما شارك؟ هو جاب لك معلومة. خلنا أقول لا، أنت تقول الحين، أنا أقول لك لا ما نعطيك هالحين، متأكد أن بكرة نشوفها ما راح تشارك ولا راح نغير الترشيح. وين لين الحين يقول لك لها الحين؟ طيب بكرة بنشوف. كان بتشارك ترشيح على سدرة، ما راح تشارك راح نغير ترشيح من حقي غير ترشيح. إذا هذا بما يخص شوط البكار. ننتقل إلى شوط الخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات، واللي شارك في هذا الشوط 10 أسماء تشارك في هذا الشوط. إمكينس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني، شايش لهجن الغرافة، القاطع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني، المشوك جهجاه لهجن الشحانية، صنديد الكايد لهجن إنتاجي أم الزبار، البصير مشغل مشهور لهجن الشحانية. 10 أسماء حاضرة ومتواجدة يا أبو نواف في هذا الشوط. نشوف الترشيحات. ترشيح على المشوك، ترشيحين من سالم وراشد، صنديد حاز على باقي الترشيحات من غانم وفهد وصالح، ومبارك اتفقوا الأربعة المحللين على صنديد. يا راشد صالح غير السعدي أبدا، اللي واضح قدامنا اعتماد صنديد من قبل غانم وفهد وصالح ومبارك. سالم السندوانه وصالح الدعبة أو أنا. راشد السعدي وسالم السندوان رشحوا المشوك. عندك يا أبو نواف طلب عندك بالنسبة لشوط لقايا عمانيات في 10 أسامي. شوط لقايا القعدان، شوط لقايا قعدان عمانيات في عندك 10 قعدان في الشوط،
فيه مكينس وفيه طال عمرك الشيخ عبد العزيز بن حمد خالد مع متعب بفهيدان، هجي الغرافة عندهم مشاركة مع شايش، القاطع مع عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن حمد ومع راشد بن سعيد صالح الجربوعي، صاحب الرمز موجود لهم شوك، وصيف الرمز في مهرجان المؤسس جهجاه بعد موجود مع هجر الشحانية، والثالث على الرمز المؤسس اللي هو البصير مع هجر الشحانية ومع جابر مسام فران، الرابع على الرمز اللي هو مشهور لهجر الشحانية ومع سالم فران. الشوط هذا يمكن العدد اللي فيه 10 قعدان، وبالإضافة إلى الكايد صاحب سيارة في مهرجان المؤسس، ومع حمد بن زاهرة هجي إنتاج أم الزبار، وصنديد صاحب الرمز الإنتاج في مهرجان المؤسس. ونشوفه اليوم في شوط العمانيات صعب. عندك الحين يمكن أبرز الأسامي اللي هو صنديد صاحب رمز في مهرجان المؤسس، نعم، والمشوك بعد صاحب رمز. وبكرة صعب التكهن في الشوط، لأن صاحب الرمز في الشوط العمانيات والثاني والثالث والرابع كلها موجودة في الشوط، وضف عليها صاحب رمز الإنتاج في مهرجان المؤسس، فصعب التكهن في الشوط. لكن نشوف احنا رحت مع المشوك لأن هو صاحب الشوط في مهرجان المؤسس، يمكن إذا كان في خطورة بتكون من صنديد، صنديد من القعدان أعتقد في رصيده رمزين، وجهجاه بعد خطف وجهجاه ثاني على الرمز، والبصير قعود البصير جاء في الثالث على الرمز. فأتوقع بكرة بتشوف منافسة قوية بين هجر إنتاج أم الزبار بالذات مع صنديد، والمشوك وجهجاه مع هجر الشحانية والبصير. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. هذا بما يخص شوط اللقايا القعدان العمانيات. ننتقل إلى شوط الإنتاج، اللقايا الإنتاج والمنافسة فيه والشلفة الذهبية للقايا. أبكار إنتاج تشارك في الشوط مذيار، مزون، الزبارة، سياسة، ناصية، صملة لهجن إنتاج أم الزبار، جنى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، الغارية، فكرة، الغزيل، الدؤودية لهجن إنتاج أم الزبار، السعدية لهجن الشقب. 12 اسم حاضر ومتواجد في شوط اللقايا البكار الشلفة الذهبية، وبإجماع جميع المحللين على الغزيل يجمعون سالم وغانم وفهد وصالح وراشد ومبارك على الغزيل لهجن إنتاج أم الزبار بقيادة فاران بن محمد بن حمد بن قريع بنواف. اجماع الليلة على هذا الشوط من قبل اخوانك المحللين وانت من ضمنهم. نعم، شوط لا يختلف عليه اثنان بان شوط انتاج قوي. انتاج ام الزبار دائما من اقوى الانتاج، تقريبا كل الاسماء الموجودة انتاج ام الزبار ما عدا اسمين اللي هي جناء والسعدية. شعار الشيخ عبد العزيز دخل مع انتاج ام الزبار، وبنبرقان اللي اختطف الليله رمز موجود باكر عند جناء. هل هناك شيء يقدم باكر مع هذه الاسماء المميزه من انتاج ام الزبار؟ نتمنى ان نرى شوط بحجم الاسماء الموجوده. كذلك هجن الشقب موجودين مع السعوديه، وسالم بن جابر الجربوع ايضا قدم، اعتقد انه في ختام الموسم المؤسس قدم تيهه وكانت على الموعد واختطف رمز من افضل الرموز بحسن الحيل. لا زال يحدوه الامل مع شوط الانتاج، هذا شوط قوي ابو بريك. نعم، اعتقد ان الغزيل وصمله شن جازت الغزيل السابقه؟ الغزيل من العام الماضي وهي صاحبة رموز، وكذلك أيضا مشاركاتها في التمهيديات. هل يعرف سلالة الغزيل؟ السلالة يمكن أخوات شديد شديد انتاج أم الزبار. نعم، وفي التمهيديات أيضا بكر لها سبقات قوية. نعم، وصملة كذلك من الأسماء اللي ترشح، والمرعب قدم نفسه في المؤسس تقديم جيد، والكارلي عنده أظهرت بمستوى رائع. كذلك أيضا الزبارة من الأسماء اللي ترشح عنده فاران بن عتيق. مزون جابر اللي يدفع بمنزون، ومزون من الأسماء القوية اللي يحسب لها حساب. مذيار كذلك. أعتقد الأسماء اللي في الشوط كل اسم كفيل بانتزاع الرمز، لكن الغزيل حازت على
ترشيحات بحكم أداها وحكم قوة هذه البكرة. نعم صالح. في عندي بس على موضوع البكار العمانيات، يمكن كل أخوي مبارك تطرق عليهم جميعا، ونحن اختلفنا في الترشيح، كل واحد راح اسم. في اسم ما حد ذهب عنده لكن باكر من أصعب الأسماء، محمية عند تحت إدارة محمد بخارد العطية، باكر يحسب لها حساب، ويمكن باكر تفاجئ الجميع، لأن نحن كل واحد راح عند اسم، لكن باكر هذه من الأبكار اللي يحسب لها حسابك. ممتاز. صالح كيف تابعت الأسماء اللي في الشوط؟ مثل ما ذكر أخوي أبو نواف، أبرز الأسماء الغزيل، غزيل صاحبة الشلفة في سن الحقائق، وكان مشاركتها السنة تجهيزية، وعدها العدة مضمرها للشوط هذا، نتمنى لها التوفيق. كذلك جنى تحت إدارة بن برقان، للشيخ عبد العزيز محمد تحت إدارة بن برقان، كذلك مذيار بكرة هدنة إنتاج أم الزبار عند جابر بن علي، الزبارة كذلك عند فاران محمد. أتوقع أنها بتكون ورقة ضغط على الشوط. صملة بتكون أبرز الأسماء مع الغزيل لإنتاج أم الزبار. نعم نتمنى إن شاء الله التوفيق. يطري علي بيتين في الغزيل يوم فازت العام. نعم. اللي من ضمن قصيدة اللي يقول الرمز الغزيل الأريام حطت على الشوط تسبيحة، الرمز الغزيل الأريام حطت على الشوط تسبيحة، إنتاج ومحزمه بحزام شديد مطيب مطاريحه. والله ما أدري ساعة التاريخ شديد هي. صح الله لسانك يا أبو ديب، والله يوفق جميع المشاركين. ننتقل إلى آخر أشواط الرموز، شوط اللقاية القعدان الخنجر الذهبي لإنتاج اللقاية القعدان لهجنة أصحاب السمو والسعادة الشيوخ اللي شارك في هذا الشوط. عتيم، العديد، البصير، الموج، النحاوي، العديد، مسكت، مرمي، الحجاج، جميعها لهجني إنتاج أم الزبار. إذن تسعة أسماء يا أبو ذيب تشارك في شوط الخنجر الذهبي للقعدان، ونشوف إجماع المحللين مرة أخرى على عتيم، رشحوه بالإجماع المحللين يا أبو ذيب. يعني هذا الإجماع على ترشيح عتيم لهجن إنتاج أم الزبار بقيادة المضمر مبارك بن محمد بن صرير. والله عتيم طال عمرك ما يوفيه الكلام حقه. نعم. قعود أشهر من نار على علم، لما قالوا هذا قعود شيوخ، قعود شيوخ. نعم. من يوم ربط القعود هذا هو ما قطع من الهزيمة، وشفنا سبقه في أشواط الرموز وشفناه في التماهيد. نعم. اتفاق عليه جميعا. ما اللي بيعارض على عتيم. نعم. قعود فارق جدا. ماخذ المفتوح. نعم ماخذ الشوط المفتوح وهو إنتاج. نعم. مش سلالته؟ سلالته برق. نعم. برق أم الزبار. برق أم الزبار. نعم لو تذكرنا الأبيات اللي قلتها في عتيم. بما أنه بكرة مشارك وجمعته عليه. عتيم أبيات وايد اللي قلنا فيه، لكن في آخر ركضة يوم خذ الرمز يقول احفروا تيم اللقاية وادفنوه. ودفنوه. ادفنوه بلا كفان ولا صلاة. الله الله. حاولوا سبقه ولكن ما قووه. أهلك القعدان طرده ومعداه. ساقوا القعدان عنده مذخروه. يمكن أن الموت خير من الحياة. وقطعوا نصف المسافة وتركوه. الله. وقطعوا نصف المسافة وتركوه. العتيم الرمز يا مال الغناة، من تجينه بالدراهم ما شروه. حافظين أم الزبار ما هو باه، لا حضر يهل الشرايا جنبوه. عقب هذا اليوم من يقدر لقاه. وهدي الناموس مني وصلوه للأمير اللي نوم سنان باه. صح الله لسانك وبيض الله وجهك. صح. ويستاهل عتيم هذه الأبيات الطيبة. ونبارك أيضا لهجن أم الزبار على هذا المستوى الراقي لهجن إنتاج أم الزبار. إذن نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. هذه بما يخص أشواط الرموز في مساء الغد، ونشوف نسب وعلامات المحللين من المتصدر في هذا المهرجان. مثل ما نشوف الآن سالم السندوانة مجموع النقاط 11 نقطة، غانم الهاجري 5 نقاط، فهد بن علي المهندي 8 نقاط، صالح بن راشد الدعبة بالتساوي مع سالم السندوانة 11 نقطة، راشد بن حارب السعدي 8 نقاط، مبارك بن حمد الشهواني 10 نقاط. إذن استيقاظ من حامل اللقب في هذا المهرجان سالم السندوانة بالتساوي مع الدعبة 11 نقطة في اليوم الأول. أكيد يوم بكرة إلى نهاية المهرجان بيكون فيه هناك تغير في المستويات. نعم كيف توقعاتك؟ بما أن هذا المهرجان
نقاط خاصه فيه، مهرجان المؤسس فيه، والختامي فيه، وتجمع في النهايه. والله يا ابو بريك اتمنى التوفيق لي ولاخواني، وهذا ترشيح على النقاط. دائما نشوف ان حلال مشارك نحط الترشيح عليه، بامكانه يكون في موعده ويحضر، وامكانه ما يحضر في موعده، لكن يبقى الترشيح داخل دائره المنافسه. نعم، ونشكر. انت عذره ترشيحك البديل ذا الحين يا ابو راشد، انا جاك الكلام. انت يعني متخيل قبله الحلال بكره وشوف ركضه ولا شلون يعني؟ قلت لك لا، المفروض انت بالصراحه. نعم، المفروض انت طال عمرك تدير الحوار. نعم، انا ادير انا ادير، ويكون عندك القرار النهائي. انا اتمنى، خليني بقول لك شغله، هنا بدخشمك، اتمنى من مضمرها سعود بالوحوش الوليدي. لا ما عليه التواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعطينا الخبر. دقيقه انا بدخشمك، هذا الحين احنا معطينا الخيار، احنا ما قلنا بس خلاص رشح صدره وانتهى، لا، يعطينا البديل من ذا الحين. احنا سالناك سؤال انت ما جاوب انت عليه، قلنا لك انت مسؤول على هجن المرقاب. يا اخوي انا ماني مسؤول ولا انت مسؤول. ما قلنا لا، خلنا نقول انت سالت، انت ردت عليك اذا هي بتشارك صدرها، قول بتشارك، ما راح تشارك، قول ما راح تشارك. زين، انت الحين شو المشكله معك؟ المشكله نشوفها عندي في التحضير، خلنا نقول. زين، نشوفها في التحضير، كان بتشارك ترجيح على مين مشارك، غير ترجيح عليه. عطنا الاسم الثاني. لا ما راح، اذا ما شاركت صدره نقول هو رشح صدره، لكن ما شاركت فلانه موجوده. ما راح اعطيك، يعني هذا ما في شيء. انت الحين ما جاوبتني على السؤال، سالتك انت ما جاوبتني. اذا انت مسؤول قل له انك راح تشارك او ما راح تشارك. خلاص. الان بيجيكم الخبر اليقين من المضمر العزيز والقدير المضمر الماهر سعود بالوحوش الوهيبي بما يخص مشاركه سدره في مساء الغد في شوط الرمز في حاملة اللقب. ننتظر منه. أهم شيء أن الدعبة ما يسري منه لقد أعطاه الاسم الثاني. نعم. حلقة انتهت. سالم السندوانة في موضوع مهم بس ياريت أنت ناقش فيه، يهم كل ملاك الهجن، اللي هو موضوع شاهدنا يا سالم بعض الملاك يهوون بمطاياهم في عدد من المناطق في الدوحة، شاركوا يمكن اليوم وبعضهم بيشارك في الأيام الجاية. أهمية التهوية للهجن. بالنسبة للهجن حكم خبرة المضمر، أكثر الناس يشوفون تحميل الهجن قبل الركض يخف المطية. نعم، وتشمق المطية، تستانس بعد إلى غيرت عليها المكان والأجواء. فهذا يعتمد طال عمرك على أول شيء السبوق، إذا كانت موجودة أتوقع فيه ناس شاركوا اليوم حققوا مراكز طيبة، اتوقع انهم الناس اللي راحوا هووا. لكن السن الصغير من اللي هووا بريك، السن الصغير مو مقياس للتهويه، لان السن الصغير متقلب، حتى لو انها في العزبه موجوده تمسي مستانسه وترقص، واذا راحت بكره الشوط. بس ولا اقطع كلامك، نشكر ابو علي على التواصل سعود بالوحش الوهيبي، واذا الامور على ما يرام ان شاء الله راح تشارك. اتمنى لها التوفيق لجميع المشاركين. اتمنى لها التوفيق. نشكرك يا سعود بالوحش. نعم. ان شاء الله ان شاء الله انها تشارك. والدعبة اكيد انه مصر على عدم التغيير، اكيد ان الدعبة عنده هي حامله اللقب. والله شوف الدعبة اذا بتشارك، الدعبة الحين متصدر. شوف اذا بتشارك في ناقه ترشح في رصيدها رمز، واذا ما راح تشارك لي حق اني اغير تبديل. نعم، لا من حقك. كمل سالم اهميه التهويه، احنا نبغى رايكم في التهويه. التهويه الحين الموضوع هذا، التهويه اسال مجرب. يا العام في ناس هووا. نعم، في اعتقد منطقه سيلين. نعم، وخذوا رموز. نعم، بعد التهويه. واللي خلص حد منكم يا مضمرين انتوا هوا يا اهل الاستديو؟ بقول لك يا يفيدنا. خلنا اقول لك الناس اللي جاوا للتهويه، اول شيء هذا نشكر اللجنه المنظمه على تسهيل الاجراءات، خصوصا التعاون مع البيئه. لحكم ما عندنا الا دوره الشحانيه. نعم، والحلال خبرك يحتاج تحميل، يتغير عليه المكان. نعم، بعض العزب يكون فيها امراض، فالمضمر انه خصوصا اذا كان مقبل على مهرجان يحاول يغير الحلال اللي يكون التركيز عليه. نعم، واكيد انه بيكون من صالح المطيه. السؤال للجميع، ولا اقطع. نعم، كلامك بخير باشا. السؤال للجميع، اهميه السؤال، اهميته. نعم، اهميته، هل هو مفيد للذلول؟ هل مفيد للمطيه؟ تكسر من تيمها؟ نعم، هذا السؤال. نعم، مفيد. مفيد. نعم، طال عمرك التهويه، طال عمرك تقبل الذلول ويخفها التحميل، وشفنا وتغير نفس المطيه. في حلال، وهرجك على التمويه، في حلال، في ناس ما هو بالرشحانيه. نعم، بدلوا عزبهم، في ناس راح عزبه ثانيه في نفس الشحانيه. نعم، في انا التقيت مع بعض المحللين، قال لي هذا كلام قبل عندك في العزبه. انا اقول واذا توفيق هذا كلام مثل الرسول. في حاله واحده، كان عندك مرض في العزبه ومطايا
المطايله انت معتمد عليها للحين ما جاها مرض، الافضل انك تغير مكانها. انتم كخبراء تأيدون ان التهويه من مكان الى مكان يزيد في سد الذهول؟ نعم، اللي ينفع احنا جربناها. جربناها حملنا طال عمرك ورحنا الميادين ثانيه تغيرت الاجهزه وجبنا حالنا من الميادين الثانيه ويجا فيه ركض بعضه تشك. نعم. هو ذا حاشيك ولا؟ نعم تفضل. المفيد في التهويه هو تحميل المطيه وتعرضها للتعب اثناء تحميلها ومسافه يمكن يوم كامل او اكثر. نعم. هذا اللي يفيد. شو الوقت اللي زين للتهويه؟ قبل الطول، بعد الطول، قبل القصر؟ لا قبل القصر، قبل القصر، ويمكن بعد الطول او قبل الطول، حتى لو انت عندك بديل تفحيم على طول، تفحم ميدان اخر، هذا الافضل. التهويه مو من مجرد التهويه، التهويه مجرد اذا اتفقتوا على التهويه فالوقت المناسب قبل السباق بخمس ايام ست ايام. نعم. في ناس فحموا قصر في الشحانيه. نعم. وشلوا حلالهم. ما اعتقد انها بعد القصر تكون مفيده جدا. ركض ركض طيب. ركض حالهم ركض طيب، وفي ناس حملوا على حموا الطول وحموا على حلالهم، بركب حالة مركب طيب. هي بس تحميل، تغيير نفس المطية، تغيير. نعم. نفسها. وكذلك هي تعرض لإجهاد. نعم. التحميل ومطية تعرف أنها تقبل وتعرف أنها مجبلة على مركاض أثناء التحميل، لأن أكثر الحلال تعود على تحميل وعلى سيرات وجويات. إذن باتفاق جميع المحللين أن التهوية تنفع. حد عنده معارض على التهوية أنها ما تنفع؟ لا، في بعض حد عنده رأي آخر؟ خليني بقول لك شغلة، التهوية تنفع، تنفع الذلول، تنفع الذلول، لكن في بعض الأماكن اللي هويت صوبها عودت على ما قال. ليش خالفت؟ ليش ابو خالفت؟ هذه ما يصلح التهوية صوبه، يطقون العرب من تهوية صوبه. المكان مو بزين في بعض الأمكنة. جربوها الرياجيل ياتون منها ولا يركض ولا تركض رعيتها اللي مهوية صوبها. زين، شو التهوية المكان زين؟ شو التربة زين؟ الحجر ولا الصبخ ولا الرمل؟ والله اظن القاع المسس انها هي اللي تهوى فيها. نعم، لو تشرح لنا للمشاهدين المسس. المسس القاع اللي وين عاد اشرح المسس هذه بلها تعبير اللي فيها بخيمه اللي فيها رعي اللي ولا لا اللي بعضها ما فيه رعي، بعضها مدهنه، لكنها مسس. المسس اللي انحلبت رعيتها رغوتها مقصبه وبلا ما انحلبتها كان حلب لك عنز. نعم. ورعيتها ربتها زانه وكانها في رعي، لو ان رعيها ما في شيء. اهم شيء المكان. نعم. ما يكون وخيم. نعم. يعني ما يكون وخام. بوذيب، لو تمتعنا او تتحفنا بمحفوظاتك في الهجن، في الغزل، في اي شيء تحب تسمع مشاهدينا الكرام. القصيد والله يا ولد انه على ما قال. نرجع لك، بناخذ السوالف ونرجع لك. ما ادري تعيون عندي شيء ولا ناخذ العود ونروح. لا ان شاء الله ما انت مقصر. نعم بوذيب، خلينا نرجع ابو نواف، خلينا نرجع لبوذيب. يجهز لنا شيء يتحف متابعينه ومشجعينه. أبو ذيب طبعا له جمهور. أبو ذيب نعم شاعر وله جمهور ومتابعين في كل دول مجلس التعاون. مو لازم هجن يا أبو ذيب. شوف له مختار. والله يا ولد إني ما نبدأ. لكن رب أم العيال تشوف. اللي عارف أنا واللي ما عمري ما سمعت قصيدة غزلية من أبو ذيب. إذا كان هو ما الغزل ما نعرف أنا بدخلش. أبو ذيب أعتقد رجال يدخل في الهجن وشاعر مميز. من أعلام الشعر، أتمنى له إن شاء الله التألق دائم والتوفيق. بالنسبة للتهوية مثل ما أجمع الأخوان، التهوية مفيدة. الشغلة اللي هي مفيدة فيها إجهاد المطية وتغيير جوها كذلك، وبعادها عن المكان، الأمراض وعن زين المكان. في بعضهم بارك من وافي يشلها يوديها يوم كامل ويرجعها نفس المكان. هذا أجهدها. مفيد ولا أجهدها؟ طيب أجهد محمد. هذا مو بجهد. لا جهد ما دام تحملت يوم كامل. نعم. نسمع رأي بارك وراي الجميع. تهوية أبو بريك. هذا يمكن يخف المطية. تهوية مفيد ولا مو مفيد؟ لا مفيد. التحميل مفيد. يمكن يكون مفيد، يمكن يكون مفيد، لكن أكثر الناس ما استفادوا منه. مفيد خاصة للمطية اللي ما بعد حملت تعلم على التحميل. نعم. لما حملتها في ثاني حال إلى هي عرفت التحميل ما هو بيخلها. نعم. إذا الحين مطيتك طال عمرك مثل حقة ما بعد حملت ولا ما بعد راحت ولا ما بعد جات. بس حملها بعد القصر ما يأثر عليها ولا قبل القصر؟ لا بعد القصر ما تمحملها، بعد القصر لعد تغير عليها شيء. نعم. لكن التحميل بدك إنها قبل، أما على طول الطول ولا على الطول صح. نعم. شو اللي جهز؟ في ناس والله ما بشيء جاهز بالضبط. زين. في ناس ما يشتركون بحلال بداية الموسم إلا حملوا مرتين ثلاثة مبريك ويأخذون لفة على من طريق خان على طريق شو اسمها على طريق مباب على طريق أبو سمرة. أيوة. هو كل المعنى ويش إنها لما حملت في ثاني حال بعد يكون إن المطية اللي عرفت إن التحميل عرفت ركوب السيارة. يختلف التوقيت البرد من الجو المعتدل أكيد له دور بالضرر ولا بالفائدة. مية أنت الحلم إنك حملت طال عمرك مطيتك في جو برد تبي لك موتر مغطى مسقف ما يلعب مكان ذري ما يلعب بهالهواء.
احنا ابو بريك نعرف ناس قبل يشتركون بدايه موسمهم ما يشتركون بحلال الا قد حمل ثلاث مرات اربع مرات وقتها حلالهم ما راح اصيد على الاشتراك واشترك يعني ينفع جهز ينفع وش المطيه ينفع المطيه اللي مثل الحين مقيضه انت اسمع ما جاها اشتراكات واجد تعين اهلها يشلونها من ميدان الميدان ويركضونها فيه ولا تكون بلداء المطلوب منها لكنه تجهيز نعم يجهزها عن التحميل يمكن على الركضين نعم يمكن في مهرجان سمو الأمير الوالد راح تشوف نتائج التهوية نعم لأن أكثر العزاب زين أكثر ناس أكثر ناس سالم في المهرجان الأمير الوالد المؤسس كانوا أقل ليش يمكن في ناس اللي هو في المؤسس نتائجهم كانت طيبة وهذا بناء عليه طيب الناس الثانيين افتحوا المجال غيرهم لكن في سن اللقاية أتوقع بيبين عندك نتيجة التهوية الرجال ذا مش عنده تجربة ليه ما علمنا بها أبو راشد ما شحن علينا بالمعلومة راشد أركب في دائرة الثلاث أركب أنت هويت وركض صح ولا لا يا أبو راشد الحمد لله وين جيت بالمطائل ثالث ناموس يا أبو راشد إذن يا أبو ذيب ما نقاطعكم إلا بالخير نصل مشاهدينا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة في هذا المساء نشكر ضيوفنا الكرام غانم بالردة الهاجري أبو ذيب مشكور يا أبو ذيب بيض الله وجهك الشكر أيضا فهد بن علي المهندي مشكور يا فهد بيض الله وجهك الشكر أيضا صالح بن راشد الدعبة مشكور بيض الله وجهك يا صالح أبو نواف مشكور يعطيك ألف عافية مبارك بن حمد بن نايف الله يطول عمرك ويعطيك العافية سالم السندوان مشكور بيض الله وجهك ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق مشاهدينا الأعزاء بعد شكرنا لضيوفنا الكرام نتقدم لكم بجزيل الشكر على طيب المتابعة حتى الملتقى في حلقة قادمة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.